السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد فريد. النهاردة إن شاء الله في الجزء الثالث والأخير من يونت 11 والوحدة 11. يونت 11 للصف الثالث الابتدائي منهج كونكت 3. إن شاء الله هندرس إيه في الجزء ده؟ هندرس تو ليسونز، ليسون 7 وليسون 8. الدرسين دول في الدرس السابع والثامن من الوحدة 11، دول إن شاء الله دروس سهلة وبسيطة، أتمنى إن شاء الله أقدر أوصلها، بس هما يعني يعتبر ده ممكن يكون اكبر جزء في الثلاث اجزاء. ونزلنا قبل كده زي ما قلنا فيديوهين في الجزء الاول والثاني، الاول كان فيه اول ثلاث دروس، والجزء الثاني في الدرس الرابع والخامس والسادس، الدروس اللي هم التانيين على طول وراه. فالنهارده ان شاء الله ليسون 7 وليسون 8 مع بعض ان شاء الله. يعني نبتدي بالفوكابلري اللي معانا. اول كلمه معانا كوين نيفرتاري، اللي هي الملكه نيفرتاري. يبقى كوين نيفرتاري اللي هي الملكة نيفرتاري، وده هندرس فيه الليسون ده، هيبقى أكتر من اسم لأكتر من حاجة، وهي الآثار المصرية Egyptian Monuments. يبقى الكلمة الرئيسية معناها إيه؟ Egyptian Monuments اللي هي الآثار أو آثار مصرية. يبقى شفنا أول كلمة ملكة نيفرتاري وهي Queen نيفرتاري. نيجي الكلمة اللي بعدها رمسيس الأكبر، رمسيس the Great، رمسيس الأكبر. نيجي بعديها معبد الكرنك، كرنك Temple. يلا عايزكم تقولوا معايا عشان الكلمات دي مهمة جدا جدا جدا، فبإذن الله نقدر نذاكرها بسهولة مع بعض في الفيديو النهاردة. كارناك تيمبل اللي هو معبد الكارناك. تاني كارناك تيمبل، كارناك تيمبل، كارناك تيمبل. يلا عايز اسمع كارناك تيمبل. الكلمة اللي بعدها مكتبة الإسكندرية، The Library of Alexandria، The Library of Alexandria، يعني مكتبة الإسكندرية. يلا معايا The Library of Alexandria، هي كلمة مركبة ولكن بسيطة جدا، The Library of Alexandria يعني مكتبة الإسكندرية. نيجي بعد كده الكلمة بعدها صالة الأعمدة اللي هي The Hypostyle Hall، اللي هي صالة الأعمدة. تاني The Hypostyle Hall، The Hypostyle Hall. يلا معايا The Hypostyle Hall. نيجي للكلمة اللي بعدها معابد أبو سمبل، أبو سمبل Temples، معابد ابو سمبل. وناخد بالنا ان هي معابد هنا جايه جمع، فتيمبلز مش تيمبل زي الكلمه قبل كده. هنا في معبد الكرنك زي ما شفنا كانت كرنك تيمبل، انما هنا معابد ابو سمبل هتبقى ابو سمبل تيمبلز. يبقى تاني معبد الكرنك كان كرنك تيمبل، ودي كانت كلمه معبد بس مفرد، انما لما بتيجي كلمه جمع زي معابد ابو سمبل هتبقى ابو سمبل تيمبلز، يبقى كمفرد كارنك تيمبل معبد الكرنك، انما كجمع معابد ابو سمبل ابو سمبل تيمبلز. تاني كارنك تيمبل اللي هي معبد الكرنك، لو جبناها كجمع معابد هتبقى معابد ابو سمبل هتبقى ابو سمبل تيمبلز. يبقى تاني واخر مرة كارنك تيمبل اللي هي معبد الكرنك، في حالة الجمع هتبقى معابد ابو سمبل اللي هي ابو سمبل تيمبلز. نيجي للكلمة اللي بعدها أبو الهول ذا سفينكس، أبو الهول ذا سفينكس، أبو الهول ذا سفينكس. كلمات زي ما احنا شايفينها مهمة جدا، وممكن تكون كلها أو أغلبها جديدة، فنحاول نذاكرها إن شاء الله على طول. نيجي بعد كده مع بعض هنشوف برضو الكلمات للأماكن، وهنشوف أسمائها، وهنشوف كمان إكسترا فوكابلري، كلمات جديدة معانا أو كلمات أكتر معانا. الكلمات الإضافية اللي معانا دي برضه هتبقى مهمة، اللي هي فيها أكتر من اتجاه والكلام ده كله. الأول هنشوف البليسز أو الأماكن، وهنشوف فيها إيه، زي مدينة الأقصر اللي هي لوكسور، لوكسور، لوكسور. يلا معايا لوكسور، لوكسور. مدينة الإسكندرية هتبقى ألكسندريا، ألكسندريا. يبقى مدينة الإسكندرية تاني معايا ألكسندريا، ألكسندريا. الكلمة اللي بعدها مدينة الجيزة هتبقى جيزة، جيزة. جنوب مصر south of Egypt، south of Egypt. يلا معايا كلمة مهمة جدا south of Egypt، جنوب مصر south of Egypt، south of Egypt. يلا بقى بعد كده ندخل على الاكسترا فوكابلري. الاكسترا فوكابلري قلنا زي ما هي كلمات إضافية، فدي كلمات بتبقى مهمة جدا جدا، وهنشوف مع بعض أكتر من كلمة دلوقتي. هنبتدي بكلمة south يعني جنوب، south يعني جنوب. يلا معايا south، south. شمال بقى يعني north، شمال يعني north، north.
تمثال يعني statue، تمثال يعني statue، تمثال يعني statue. يلا معايا statue، statue جسم أو جسد يعني body، body، body. يلا جسم أو جسد، أسمع body، body. بشر هتبقى human، human، human. نيجي بعدها مشهور يعني famous، 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 famous. يلا معايا عايز اسمع famous، famous. عمود pillar، عمود pillar، عمود pillar. يبقى عمود يعني pillar، عمود يعني pillar. مبنى يعني building، مبنى يعني building. لو عايز اخليها فعل هتبقى يبني، تبقى build، 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 build. يلا عايز اسمع اكتر صوت، يلا build، يبني يعني build. نشوف مع بعض دلوقتي read match and trace، وهنقرا مع بعض القطعة دي وانتوا وصلوها براحتكم، بس نفهم معاني الكلمات اللي فيها ونفهم القطعة دي كويس جدا. هنبتدي بأول واحدة، I am in Luxor. People built me for Amun and his family. The most famous part of me is the hypostyle hole. People draw beautiful pictures on the pillars in the hole. طبعا هنا بيقول لي يعني انا في الاقصر وتم بنائي من اجل امون وعائلته. بعد كده بيقول لي ان الجزء الاشهر بي هو صالة الاعمدة، وشفنا طبعا صالة الاعمدة دي اللي هي بوستايل هول، دي كلمة خدناها. وبالتالي بعد كده بيكمل رسبت الناس صور جميلة على اعمدة الصالة. We drew، دي اللي هي كلمة رسم زي ما احنا شايفينها. فبالتالي دي اول باراجراف معانا، زي ما شوفنا بنقراه كويس ونعرف الكلمات اللي فيه او معانيهم كلهم كويس جدا جدا جدا. بعد كده الباراجراف اللي بعديه، We are in the south of Egypt، يعني نحن في جنوب مصر. There are four statues sitting at our door، يعني يوجد اربع تماثيل جالسة على ابوابنا. They are 20 meters tall، يعني وطول الواحد منها 20 متر. وطبعا ناخد بالنا من كلمة طول هنا، يبقى الطول بيبقى رأسي، والكلام ده درسناه قبل كده، عشان لو أفق هيبقى long مش طول. ده كلام كان موجود في الفيديو الأول تقريبا، مش التاني يعني، حتى إن كانت موجودة في الأول برضو ممكن نرجع الفيديو اللي فات عشان نشوف فيهم المعلومات دي كويس جدا، الفيديو الأول والتاني، لأن ده الفيديو التالت. They are 20 meters tall. People built us for Ramses the Great and the Queen Nefertari. يعني هنا بعد ما قلنا ان طول الواحد منهم 20 متر، الناس قامت ببنائنا من اجل رمسيس الاكبر والملكة نفرتاري. ده كان تاني باراجراف. نيجي للتالت. تالت باراجراف معانا، I am at Giza، يعني انا في الجيزة. I have a lion's body and a human head، يعني لدي جسم اسد ورأس انسان. بعد كده بيكمل هنا ويوصف او بقية الوصف معانا، I am 4500 years old، يعني عمري 4500 سنة. I am 73 meters long، وطولي 73 متر. وناخد بالنا من كلمة long هنا طول افقي، زي ما شفنا وقلنا قبل كده ان الفيديوهين اللي فاتوا او الفيديو الاولاني بالذات كنا تقريبا بنتكلم فيه على الطول واللونج، الطول الرأسي والطول الافقي. فنرجع لهم لو لسه ما شفناهمش، وده قلنا الفيديو الثالث. فالفيديوهين اللي فاتوا مهمين جدا جدا جدا، وهو كان الشرح بتاع التور واللونج ده كان تقريبا في اول فيديو. فنرجع للفيديوهين اللي فاتوا في يونت 11 او الوحده 11، مهمين جدا 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 تقدر تستفيد منهم ان شاء الله. فهنا اخر حاجه قالها عن نفسه ان هو طولي 73 متر، يبقى شفنا العمر والطول، شفنا الحاجات دي كلها. واتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا تالت باراجراف. رابع باراجراف معانا، I am in the north of Egypt، يعني أنا في شمال مصر. I have lots of books، يعني لدي الكثير من الكتب. I was the first library in the world، كنت أول مكتبة في العالم. The new building opened in 2002، يعني تم افتتاح المبنى الجديد في عام 2002. يبقى نقولها تاني، I'm in the north of Egypt. I have lots of books. I was the first human as a first library in the world.
I was the first library in the world. The new building opened in 2002. يعني أنا في شمال مصر لدي الكثير من الكتب، كنت أول مكتبة في العالم تم افتتاح المبنى الجديد في عام 2002. تاني، I am in the north of Egypt. I have lots of books. I was the first library in the world. The new building opened in 2002. وطبعا شفنا ترجمة العربي اللي هي أنا في شمال مصر لدي الكثير من الكتب، كنت أول مكتبة في العالم تم افتتاح المبنى الجديد في عام 2002. ده كان معانا رابع باراجراف. نيجي بعد كده لجزء اللانجوج، هنشوف مع بعض أكتر من معلومة مهمة. أول حاجة هنا بيقول لي السؤال عن الأشخاص، طبعا بنستخدم من اللي هي هو. يبقى السؤال عن الأشخاص هو. وهنا معانا مثال هو ووز رمسيس ذا جريتست وايف، يعني من تكون زوجة رمسيس الأعظم. يا تاني، هو ووز رمسيس ذا جريتست وايف، يعني من تكون زوجة رمسيس الأعظم. وعلامة استفهام ده عشان سؤال، لما بنيجي نجاوب هنقول الاسم، قالت الاسمين على طول، الملكة نفرتاري يعني كوين نفرتاري. نيجي لي تاني حاجة معانا، which monument يعني أي الآثار، وبرضه في علامة استفهام يعني بنسأل هنا عن الآثار، فهنا هنقول which monument كمثال معانا، has an animal body يعني أي الآثار لديه جسم حيوان، هنا هنقول the sphinx اللي هو أبو الهول، the sphinx. نكمل مع بعض برضه في language، والسؤال عن الأعمار، هنا asking about ages يعني السؤال عن الأعمار. how old is the sphinx؟ لما باجي أسأل هنا عن العمر، how old وكده is the sphinx، يبقى كم عمر ابو الهول؟ هنا 4500 سنة، هنقولها ازاي؟ 4500 years old. يبقى تاني 4500 years old، 4500 سنة. نيجي بعد كده للسؤال عن ماهية الاشياء، what. السؤال عن ماهية الاشياء يبقى what او ماذا، وعاديها طبعا على علامة الاستفهام، فهنا هنيجي نسأل او نشوف المثال اللي معانا. لما اجي اسأل ماذا يوجد على اعمدة معبد الكرنك، ماذا يوجد على اعمدة معبد الكرنك، هنسأل ازاي؟ what are on the pillars at the Karnak temple. يبقى what are on the pillars at the Karnak temple. تاني، what are on the pillars at the Karnak temple، ماذا يوجد على اعمدة معبد الكرنك، وعلامة الاستفهام ما ننساهاش. نيجي بقى في الإجابة، صور جميلة هتتقال ازاي؟ هيبقى beautiful pictures، beautiful pictures، beautiful pictures، وده كانت الإجابة بتاعتها. وكده lesson 7 خلص، هنشوف مع بعض دلوقتي إن شاء الله lesson 8، وده تكملة الوحدة الـ 11 unit 11 معانا للصف الثالث الابتدائي. يلا بينا نكمل إن شاء الله. نتكلم على ايه؟ على الفونكس هنا، وهناخد اكتر من كلمه مهمه جدا. وهنا بيقول لي ذا ليترز اي ار ميك ذا ساوند اي ار، يعني الصوت بتاع الاي ار هيبقى زي الاي ار، هيبقى الصوتيات بتاعتنا هنا ان هي تخرج الاي ار كزي ساوند الاي ار، او بيعمل الصوت بتاع الاي ار. هنبتدي باول كلمه هنا معانا متر، زي ما احنا شايفين هتبقى متر، يعني متر هتبقى متر. نيجي بعد كده للكلمه اللي بعدها، زهرة هتبقى flower، 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 يلا عايز اسمع flower، زهرة هتبقى flower. كلمة اللي بعدها حاسب آلي كمبيوتر، حاسب آلي كمبيوتر. كلمة اللي بعدها عامل نظافة cleaner، 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 عامل نظافة cleaner، cleaner. أم هتبقى mother، mother، mother. ورق paper، ورق paper، ورق paper. يبقى أم يعني mother، ورق يعني paper. مياه هتبقى water، مياه هتبقى water، مياه هتبقى water. معلم أو معلمة هتبقى teacher، 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 يبقى مياه هتبقى water. معلم أو معلمة هتبقى teacher، teacher. وهنشوف برضو مع بعض في الدرس ده إني ممكن نحاول الفعل لشخص، وده ازاي؟ بإضافة ER، وهنشوفها مع بعض دلوقتي كأمثلة كمان. هنا هي معانا بيقول لي when we change a verb to a person we often add ER، المقطع ده في النهاية، يعني عشان نحول من فعل لشخص هنضع غالبا أو هنضيف غالبا ER في النهاية زي ما احنا شايفين.
يبقى عندما نحول الفعل لشخص عادة نقوم بإضافة ER في آخر الفعل. وهنشوف أول مثال معانا teach يعني يدرس، هتبقى teacher يعني معلم أو معلمة. teach هتبقى teacher. الكلمة اللي بعدها bake يخبز هتبقى baker خباز، وهنا الكلمة في آخرها E فهنزود ال R عادي، بس هي هتبقى برضه في النهاية ER على بعضها، يبقى يخبز اللي هو bake هتبقى خباز baker. يبقى يخبز يعني بيك، خباز بيكر. كلين يعني ينظف، هتبقى كلينر عامل نظافة، كلين هتبقى كلينر. بينت يعني يرسم هتبقى بينتر، يبقى الكلمة اللي بعدها بينت يعني يرسم هتبقى بينتر اللي هو الرسام. تاني بينت يعني يرسم هتبقى بينتر اللي هو الرسام. بينت بينتر بينت بينتر. سينج يعني يغني، سينجر يعني مغني، سينج يعني يغني، سينجر يعني مغني. يبقى تاني سينج يغني، سينجر يعني مغني. سينج هتبقى سينجر، سينج هتبقى سينجر. سينج يعني يغني، سينجر يعني مغني. يبقى سينج هتبقى سينجر. في بعد كده عندنا حاجة اسمها ملف الحقائق، وده بيبقى ملف فيه عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من المعلومات عن موضوع معين او منتج معين. يبقى is a collection of information about a particular subject or product اللي هو fact file. example هنا عندنا الفاكت فايل، ده example of fact file. هنا اول حاجة بيتكلم عن red pyramids، النيم بتاعها هيبقى the red pyramid اللي هو الهرم الاحمر. بعد كده where is it، قال المكان بتاعه ده شور جيزة. how old is it، هتبقى 4500 years old. who built it، worker workers for king سنفرو، يبقى مين اللي بناه، عمال بتوع الملك سنفرو. طبعا قلنا قبلها العمر بتاعه. how tall is it، برضه ناخد بالنا من كلمه طول، طوله اللي هو الرأسي هيبقى 104 مترز. نيجي كده why do you like it، ليه بتحبه، هيبقى it's made of red stones and it looks so beautiful، يبقى هو مصنوع من الطوب الاحمر وبيبدو جميل او جميل جدا. يبقى ليه بتحبه، يبقى it's made of red stones and it looks so beautiful، يعني مبني من الحجارة الحمراء ويبدو رائع او جميل جدا، يبدو جميل جدا. هنا beautiful معنى جميل. فهنا لما بنيجي نكتب باراجراف عن الريد بيراميد هيبقى ذا ريد بيراميد، ذا ريد بيراميد وهنتكلم عنه هيبقى ذا ريد بيراميد از، ذا ريد بيراميد از ذا اولدست بيراميد ات دهشور، يبقى ادم هرم في دهشور جيزة. it's about 4500 years old. it's 104 meters tall. workers built the red pyramids for the pharaoh سنفرو. يبقى تاني it's 104 meters tall، ده طوله قلناه، وبعد كده العمال بنوه عشان الفرعون سنفرو. workers built the red pyramid for the pharaoh سنفرو، يعني العمال بنوا الهرم الأحمر ده عشان الفرعون سنفرو. بعد كده it was the first successful pyramid in the world، يبقى كان أول هرم ناجح في العالم. I love it because it's made of red stones and it looks so beautiful، يبقى أنا بحبه لأن هو مصنوع من الأحجار الحمراء ويبدو جميل جدا. هنا معانا كلمات مهمة للباراجراف ده أو للجزء اللي فات. حجر يعني ستون، حجر يعني ستون، ستون ستون. ناجح يعني successful، ناجح يعني successful. عامل worker، عامل worker، عامل worker. فرعون فيرو، فرعون فيرو. هرم يعني بيراميد، هرم هرم يعني بيراميد، هرم يعني بيراميد. يبدو يعني look، يبدو يعني لوك، يبدو يعني لوك. يبقى هرم يعني بيراميد ويبدو يعني لوك، هرم يعني بيراميد، يبدو يعني لوك. هنشوف دلوقتي باراجراف عن معبد حتشبسوت، ذا تمبل اوف حتشبسوت. هنتكلم عليه دلوقتي. فيفورت ايجيبشن مونيمنت از ذا تمبل اوف حتشبسوت. يبقى تاني ماي فيفورت ايجيبشن مونيمنت از
ذا تمبل اوف حتشبسوت، يعني الاثر المصري المفضل ليا معبد حتشبسوت. اتس نير تيبس يعني قريب من طيبه، اند اتس اباوت 3500 ييرز اولد يعني حوالي عمره 3500 سنه. ذا بينتينجز ان ذا تمبل ار فيري انترستينج اند بيوتيفول يعني الرسومات اللي على المعبد او اللي في المعبد مثيرة جدا وجميلة او شيقة جدا وجميلة. بعد كده بيقول لي they show important things from Hatshepsut time يعني بتوضح اشياء مهمة من الوقت بتاع حتشبسوت. I love the monument because the paintings are awesome يعني انا بحب الاثر لاني الرسومات بتكون رائعة. الكلمات المهمة هنا اللي معانا زي ما احنا شايفين نير يعني قريب، interesting يعني شيق، interesting show يعني يعرض، show يعني يعرض، رسومات paintings دي اكتر الكلمات المهمة اللي معانا. وبكده ليسون 8 خلص ليونت 11 او الوحده ال11 ودرس التايمنج كده خلص. بعد كده في ممكن تشوف معانا ريفيو هنا، فبتمنى باذن الله يكون اليونت 11 قدرنا ان احنا نشرحه كويس، ما فيهوش اي مشكله ليكم، ولو في اي حاجه انت شايفين ان هي مشكوك فيها او حتى عايزين تفهموها اكتر كلمونا باذن الله نشرحها لكم ان شاء الله. وده كان تالت فيديو زي ما قلنا لليونت 11، والفيديوهين اللي فاتوا اتمنى اللي ما شافهمش يرجع يشوفهم، فبإذن الله يكون عجبكم الشرح وإن شاء الله نقدر نكون فدناكم بأكبر قدر ممكن إن شاء الله، ونشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي بإذن الله. واللي مشتركش معانا يشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.